يقولون المؤرخين كانت أم البنين تخرج وين تطلع؟ يقولون تطلع من دار بنيها أولا بالبيت، تخط لها أربعة من المحاريب، تسوي أربع محاريب للصلاة، تقول أولادي كانوا أربعة إذا جن الليل يعمرون البيت بصلاتهم، تقعد تبكي وترش الثرى بدموع عينيها. وبعدين إلها طلعات وين تطلع؟ تطلع إلى بقيع الغرقد، تقعد على الثرى تندب بنيها بأشجى ندبة. من جملة من كان يطلع يستمع ندبتها مروان بن الحكم ويبكي، جملة كانوا يطلعون يستمعون ندبتها ويبكون، وهي تقول أربعة مثل نشور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين، أنا أم البنين اللي جنت بيهم يسموني، ما عندي ولا واحد بعد باسمه يندهوني.